كيف ممكن ناخذ اختراع أو فكرة ونوصلها إلى السوق. اللي قاعدين نسويه إن نستخدم الذكاء الاصطناعي والكاميرات الحرارية والصور الحرارية للكشف المبكر عن الأمراض، القرحة السكرية، القرحة القدم السكرية. للأسف المشكلة هذه تشكل البتر. في طريقة نقدر نكتشف فيها المشكلة هذه بشكل مبكر، فاللي اشتغلنا عليه استخدمنا الكاميرات الحرارية والذكاء الاصطناعي عشان نكتشف المشكلة هذه بشكل مبكر ونحد منها بإذن الله. كيف ننتقل من مرحلة الأبحاث والتطوير إلى مرحلة الديبلويمنت؟ تبدأ في الأبحاث والتطوير كلينيكال ترايلز والدراسات السريرية، بعدين في المرحلة اللي احنا فيها الآن.